إلى موضوع طبي جدلي والذي أثير مجدداً بعد وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف بعد إجرائه عملية جراحة تكميم للمعدة، حيث عادت التساؤلات عن مخاطرها وتداعياتها الجانبية على صحة الإنسان. عادة ما يلجأ لهذه العملية الأشخاص ممن حاولوا إنقاص وزنهم بالطرق التقليدية مراراً لكن لم يوفقوا في ذلك، لكنها تظل في النهاية عملية جراحية قد يكون لها أعراض جانبية ومخاطر تصل حد الوفاة. فهل يستدعي حلم الرشاقة الذي يراود كثيرين أن يقوموا بمثل هذه العمليات، خاصة أن من تعرضوا لخطر أو توفوا من مشاهير بسببها أجروا هذه العمليات على أيدي كبار الأطباء؟ نتعرف أولا مع لميس على عملية تكميم المعدة ونفتح ملفنا بتفاصيل. تعد جراحة تكميم المعدة واحدة من العمليات الجراحية الدقيقة التي تهدف إلى فقدان الوزن الذين يعانون من السمنة المفرطة. تعتمد على قص نسبة كبيرة من المعدة تصل حوالي 80% من حجمها الكلي. لها تقنيات مختلفة، إذ يمكن استخدام التدبيس أو إضافة حلقة سيليكون حول مدخل الطعام لضمان عدم عودة تمدد المعدة مرة أخرى. عملية شائعة جدا، تشير أرقام إلى أنها 380 ألف شخص سنويا يجرونها حول العالم. وكأي عملية لها مخاطر ومضاعفات النزيف أو العدوى وأحيانا ردود فعل على التخدير. أما بعد العملية قد يحدث قيء تراكم الطعام في المريء، ما يصعب الحصول على العناصر الغذائية الكافية نتيجة لأكل كميات أقل بكثير. كما أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يجعل المرارة معرضة للحصوات. وفي فقرة مع وضد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد إبراهيم شاهين، استشاري الجراحة العامة والمناظير المتقدمة وجراحة السمنة المفرطة، ومن بيروت أخصائية التغذية ريتا مكاري. أهلا بكم دكتور وأهلا بك ريتا. نحاول في دقيقة أن نفهم مع وضد سبب كل منكما بهذا الموضوع. أبدأ معك دكتور، لماذا تؤيد إجراء عملية تكميم المعدة رغم حالات الوفاة الكثيرة التي سمعناها من أشخاص أجروا هذه العملية؟ صباح الخير عليكم. اولا احنا بنقدم احر التعازي للفنان جورج وسوف في وفاه نجله. احنا خلينا نتكلم الموضوع مش بصفه ان انا مع او ضد، خلينا نتكلم الموضوع ان جنرال او على العموم، انه ما فيش تعارض ما بين العمليات الجراحيه والتغذيه العلاجيه او انه العيان يعمل رجيم او خلاف. بالعكس، احنا بنبدا مع العيان اولا، انه حضرتك دلوقتي احنا قررنا اجراء عمليه جراحيه بس دي لها شروط. الشروط المعينه دي بتبدا اولا بعد فشل الاجراء الاحترازي اللي هو التغذيه العلاجيه او برامج رجيم المعين. ساعتها بنختار ان احنا خلاص لازم العيان يتخلص من هذه المشكله عن طريق اجراء عمليه جراحيه. فطبعا لا يوجد تعارض ما بين التغذيه العلاجيه او البرامج العلاجيه والعمليه. احنا بنلجا للعمليه بعد فشل جميع الطرق الاحترازيه زي التنظيم الغذائي او البرامج الغذائيه المعينه. طب حديثنا عن البرامج الغذائيه توجه الى ريتا اخصائيه تغذيه. ريتا، لماذا انت معارضه لعمليات تكميم المعده رغم بعض الفوائد الطبيه التي يتم الحديث عنها؟ بونجور. بكل بساطة نحن أنا بآمن أنه من خلال الأكل، من خلال الرياضة، ومن خلال تغيير نمط الحياة تبع الشخص بيقدر هو ينزل وزنه، وهذا الشيء على المدى الطويل. لأن اليوم العملية بتوصلك بعد سنة سنتين أنك تخسري وزن محدد، بس بعدين على الشخص أنه يرجع يحسن بنمط حياته. الأكل أول شيء هو دواء، بس في كتير ناس ما بتآمن أنه في أشياء مسموحة لها وفي أشياء ممنوعة لها، فلهذا السبب بيضلوا
بصراع انه انا اي دايت بدي اعمل اي دايت الاحسن لإلي. وبالفعل انه اليوم نحن اذا بنوقف ناكل فئه معينه من الاكل لانه ما بتناسب جسمنا نحن رح نشوف انه الوزن تبعنا عم بينزل. بلس قصه النمط الحياه، كثير ناس بتحط اولويه شغله، اولويه الحياه الاجتماعيه تبعها، التعصيب، ستريس، وبتهمل صحتها، ما بتحطها بالمركز الاول، وهذا الشيء بخلي هرموناتنا كلها تخربط وتخلينا على المدى الطويل نحن نخزن دهون حتى لو ما اكلنا. فمن هالمنطلق في كثير ناس اذا راحوا عند بسيكولوج، اذا راحوا عند يمكن مرشد روحي ساعدهم انه هن يخففوا هيدا ستريس او ينظموا حياتهم بطريقه انه يعطوا وقت لصحتهم تيقدروا يعملوا رياضه، تيقدروا ياكلوا صح. بعتقد انه هيدا الشيء على المدى الطويل كفتره حياه بيقدروا يوصلوا لنتيجه كثير احسن من قصه تصغير المعده اللي هي بتوصلك لمرحلة معينة. وأنا بالعيادة كتير بيعملوا عمليات وبرجع بشوفهم بعد سنة بعد سنتين بيقولوا لي ريتا عم برجع أنصح، ريتا وقف وزني ما بقى عم بضعف، طب شو لازم أعمل؟ بيكونوا هن الأشياء البدائية تبع النظام الأكل ما لهم ماشيين فيه، يعني أنه ما يأكلوا حلو، يخففوا من كمية النشويات، لأنه كل جسم عنده كمية معينة من الأكل قادر يحرقها. بس إذا أنت ما تعلمت اليوم كيف لازم تأكل وده الكمية اللي بيحق لك إياها بالنهار والنوعية الأكل يلي أنت بتناسب جسمك، مش طيب. ممكن حتى لو عملت العملية تضلك عم تقدر تضعفي. طيب دكتور أحمد، بالنسبة لعملية تكميم المعدة، ما هي مخاطرها أولا ولماذا تقود إلى الوفاة في بعض الحالات؟ هو مبدئيا بس خليني أعقب على كلام الدكتورة. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا ما فيش اي تعارض يا دكتور ما بين العملية والبرامج الغذائية، بالعكس احنا بعد العملية بنعتمد على البرامج الغذائية بدرجة كبيرة جدا مع استشاريين واخصائيين التغذية. احنا مخاطر عملية تكميم المعدة، هي عملية تكميم المعدة عملية بسيطة، بس طبعا هي احنا بنقول ان هي بسيطة نتيجة التطور الكبير في الادوات وفي ادوات الكي وفي الدباسات والكلام ده كله. احنا العيان اللي بنشتغل فيه العمليات دي هو زي ما قلت لحضرتك انه لازم يكون مبدئيا حاول مره واثنين وثلاثه مع الانظمه الغذائيه وفشل، فبنضطر نرجع الى الاجراء الجراحي. الاجراء الجراحي اليومين دول امن بنسبه كبيره جدا، فوق 90% او 95% امن طبعا، بس نتيجه انه العيان ده كتله الجسم بتاعته عاليه فبيبقى معرض للمخاطر اكتر من غيره. يعني مثلا العيان اللي هو وزنه 150 او 200 كيلو لو انا بعمل له عمليه مراره او عمليه زايده بعيد عن عمليه السمنه خالص هو معرض لمخاطر برضه، مخاطر طب التخدير. يا دكتور طب ليش عم نسمع حالات وفاه كثيره او هذا انطباع خاطئ طبيا؟ لا هو خلينا نقول انه دي اعراض جانبيه متعارف عليها للعمليه وليست اخطاء طبيه بالدرجه الاولى، لانه المريض ده غالبا معظمهم بيبقى يعاني من امراض السكر، امراض الضغط، امراض الشرايين التاجيه، فطبعا هو بيبقى معرض لان العمليه نفسها ما هياش قاتله للعيان، لا مش قاتله للعيان، العمليه بتبقى امنه بنسبه كبيره جدا، بس دي اعراض جانبيه متعارف عليها علميا وليها نسب قانونيه ومتفق عليها برضو عالميا، مش هنظلم حد ونقول انه ده خطا طبي او كذا او كذا. طيب دكتور، لا. يعني ما دام الشارع كله عم يسال وهو حديث الساعه، باعتقادكم من الناحيه الطبيه ما الذي حصل مع وديع جورج وسوف؟ يعني اجرى العمليه وصارت عنده مضاعفات، ما الذي حصل باعتقادكم؟ هو طبعا انا مش هقدر احكم على اللي حصل تحديدا بالظبط لان لم اطلع على حاله المريض قبل العمليه او الفايل الطبي او ما حدث، انما حدوث نزيف ما بعد عمليات جراحه السمنه له نسب قانونيه مثلا اقل من 0.5%. حدوث تسريب في المعده نسبه مثلا بنتكلم في 2% وده وارده الحدوث، انما ما حصل للاستاذ وديع طبعا انا مش هقدر احكم عليه او لانه لم اتابع الحاله شخصيا يعني. طيب ريتا، بالنسبة للناس الذين لا يملكون العزيمة أو حاولوا كثيرا ولم ينجحوا في إنقاص وزنهم، ماذا تنصحيهم يا ريتا؟ أنا أول شيء بنصحهم أنه أكيد يكونوا متأكدين أنه جربوا الدايت يلي بتناسب جسمهم، لأنه اليوم نحن بنعرف أنه إذا كانت الأنسولين عالية بجسم الإنسان يعني عنده نوعية أكل ما في ياكلها، وهو لازم يكون مقتنع أنه على مدى طويل. يعني اليوم أغلبية العالم يلي بتعمل دايت وبتقول أنه ما زبط هن بيعملوا على فترة كتير قصيرة وبيحكوا عن حالهم، بيفكروا أنه جسمهم بيقدر يتصلح بطريقة كتير سريعة، بينما نحن بحاجة لست أشهر نحن تنظبط هرموناتنا
من خلال الأكل. اليوم أنت إذا بتقعد 6 أشهر بلا ما تأكل نشويات، بلا ما تأكل سكر، بلا ما تأكل كمية هائلة من الكحول مثلا، مع الوقت رح تتزبطوا هرموناتك، وبالعكس بيصير مع الوقت أن رح تقدري أنت تضعفي. والإرادة هي مرتبطة كمان بالنمط الحياة. إذا الشخص عايش نمط حياة كتير في ضغط، كتير في تعب، حاطت الشغل أولوية، حاطت الحياة الاجتماعية أولوية، طيب وين بده يلاقي وقت لصحته تهو يقدر يركز؟ فأنا هون بعتبر الإرادة هي منا مرتبطة أنه ولا أنا عندي إرادة أو ما عندي إرادة، لا، أنا أو عم بساعد حالي أنه أنا أطلع من هالنمط الحياة يعني أنا عيشته تكرمال أقدر ألتزم بحمية غذائية معينة. يعني مثلا في ناس بيقولوا بما أنه ما عندي وقت حضر أكل لقلي أو أخذ خيار صحي، أنا بطلب من دايت سنتر أكل كامل جاهز ما يعد عندي الحجة أنه أنا أكل هيدا على السرعة أو على ضغط الوقت. أو مثلا في ناس ما بتعيد تشتري على بيتها أشياء بتخليها هي تنصح لأنه ما بتناسب صحتها. فمن هالمنطلق أنا برأيي الإرادة، ما في حدا ما عنده إرادة، وكتير ناس تعتبر أنه أنا ولا فشلت لأنه أنا ما عندي الإرادة، هو بالوقت أنه جسم مريض، جسم مش قادر أنه يلتزم بدايت معينة لأنه يا عم بيهبط السكر بجسمهم، يا نوعية الأكل يعني عم بينقوها عم بتخليهم دايما جعانين، ويا ما أوقات بدايت كتير بسيطة مثلا تنقول إذا بيأكلوا الصبح ترتين أبعد خبز مثلا مع جبنة ببلشوا نهارهم بطريقة غلط، وهيدا الشيء بيخليهم كل نهار قبليتهم فاتحة على الأكل. طيب بريد توجه للدكتور أحمد السؤال الأخير، نوعية الدايت اللي عم بيعملها بيضل أهم هو النظام الغذائي الصحي والرياضة. طيب دكتور، بالنسبة للناس يلجؤون لتكميم المعدة للضرورة الطبية وليس للرفاهية، ما هي النصائح خطوة بخطوة ليتجنبوا المخاطر، أم لا يمكن التنبؤ بذلك طبيا؟ لا طبعا، هو خلينا نقول انه اللجوء للعمليه طبعا بيبقى حل اخير، احنا مش هنختلف في انه الحل طبعا لا بيبقى حل اخير طبعا. احنا لازم طبعا العيان يبقى فاهم كويس جدا انها بتعمل عمليه مش صغيره، طبعا بنشرح له كميه نسبه الامان اللي موجوده في العمليه كويس جدا، والادوات المستخدمه، ونسبه الحدوث مضاعفات متعارف عليها عالميا بنسب معينه، زي ما بنتكلم مثلا زي ما قلنا النزيف مثلا بيبقى اقل من 0.5%، حدوث مثلا تسريف في المعده بيبقى بنتكلم في 2.5%. هي الفكره في حدوث المضاعفات الطبيه وليس خطأ طبي، هو سرعة التشخيص وسرعة العلاج. يعني مثلا إن هنتكلم في نزيف بيحصل بعد العملية، ما ممكن يحصل بعد أي عملية تانية مش شرط تكميم المعدة بس، ممكن يحصل إنه تسريب من الجهاز الهضمي كله في أي عملية خاصة بالجهاز الهضمي مش شرط التكميم. الفكرة في سرعة التشخيص وسرعة العلاج، هو ده المفتاح الأساسي في تجنب حدوث حالات وفاة كثيرة يعني. إنما طبعا لو قارنا أو عملنا إحصائيات بالنسبة لعدد العمليات اللي بتعمل والمشاكل الصحية اللي بتحصل، هنلاقي طبعا المشاكل الطبية اللي بتحصل مش بالكم الكبير اللي احنا بنسمع عنه طبعا يعني. انما الفكرة زي ما نقول ان احنا بنشرح للعيان العملية بتفاصيلها كاملة بكل الادوات المستخدمة، انه ممكن يحصل كذا ونسبه كذا، ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل تسريب، هي الفكرة. وطبعا المتابعة اللصيقة للعيان في اول من 10 لـ15 يوم، انه العيان بنطمن عليه بصفة دورية أو بصفة يومية في أول 15 يوم اللي هو طبعا بيحدث فيه معظم الأعراض الجانبية أو اللي ممكن تحصل. طبعا هي الفكرة كلها إن احنا بنقول الفرق ما بين الأخطاء الطبية ده حاجة، والفرق التاني ما بين الأعراض الجانبية المتعارف عليها عالميا ده موضوع تاني، الفرق بينهم كبير جدا. صح. فعلا، شكرا جزيلا على هذه النصائح القيمة دكتور أحمد إبراهيم شاهين، استشاري الجراحة العامة والمناظير المتقدمة وجراحات السمنة المفرطة، وكانت معنا كذلك من بيروت أخصائية التغذية ريتا مكاري، شكرا جزيلا لكما.